إجاني سؤال كيف نحذف البرامج اللي مش لازميتنا مثل متصفح الإدج، وهل هالشيء بيأثر على الجهاز ولا لا؟ وإجابة على السؤال، لو جينا نجرب نحذف إدج من إعدادات الويندوز مثلا، بنلاحظ أنه ما في خيار حذف. كيف ممكن نحذفه ونحذف البرامج الثانية اللي ما بتنحذف؟ أولا بنصحك تنزل متصفح ثاني في حال ما كان عندك متصفحات، وبنصحك بالبريف أو بالثوريوم، طبعا جميع الروابط تحت الفيديو. اولا خليني احكي لك عن موقع كيز فان الرهيب اللي بيقدم لك عروض خياليه على مفاتيح تفعيل الويندوز والاوفيس والبرامج بمناسبه البلاك فرايدي. كل اللي عليك تسويه تدخل على الرابط من الاسفل، تاخذ كوبون الخصم الخاص بالمنتج اللي انت حاب تشتريه، تشتري المنتج، تروح على السله وحط كوبون الخصم واستمتع بالخصم الرهيب. تقدر تدفع باي بال من هالخيار او بالبطاقه. حاليا نزل هالبرنامج ورابطه تحت الفيديو. بعد تثبيت البرنامج وفتحه راح تشوف البرامج الموجوده على كمبيوترك واللي ممكن تحذفها. نختار متصفح الإدج مثلا ونعمل له uninstall. تأكد ان المربعين عليهم صح، انه يعمل لك system restore point، وانه يعمل سكان لاثار البرنامج عشان يحذف جذوره. لو اعطاك error شوف كيف نحل المشكلة. اضغط على البرنامج المراد حذفه، كليك يسار بالماوس واختار force uninstall. راح تظهر قائمة فيها كل مخلفات البرنامج المحذوف. تأكد انك تعمل select all ثم remove. وهيك تم الحذف بكل سهولة وسلامة. وردا على سؤال هل بيأثر ولا لا، طبعا يعتمد على البرنامج المحذوف، هل هو من أساسيات الجهاز ولا لا. ومثلا الإدج بيأثر على التصفح لأنه ما في متصفح، لكن في حال كان في متصفح ثاني يحل مكانه فعادي الأمور بالسليم إن شاء الله. بتمنى أكون جاوبت على السؤال. إن شاء الله الفيديو عجبكم وأفادكم. لهون انتهيت وبشوفكم بفيديوهات قادمة إن شاء الله. سلام عليكم.